التعليمي برضو مع حضرتك يا كابتن صح؟ مع كابتن يسر. كابتن يسر، كابتن يسر ماسك ولاد وبنات. بالظبط. تمام. خلينا ناخد جزء البطوله، كان شروطك ايه او كان معاييرك في اختيار المديرين الفنيين ايه؟ طبعا دي نقطه كويسه جدا، لان يعني الناس اولويه الامور في النادي الاهلي برضو بتغفلها شويه، ما يقدروا مش قادرين يعرفوا احنا قادرين بنتعب علشان نقدر نجيب حد كويس. طبعا الناس برضو اللي كانت موجوده في القطاع قبل كده ناس ممتازه وكلهم كانوا ولاد النادي الاهلي، لكن احنا راينا ان احنا بما ان القطاع من فوق اتغير فكنا حابين نعمل زي حضرتك قلت كده زي ايه يعني دم جديد، صحصحه شويه كده، ضغط دم جديد للفرقه. انا بصراحه تعبت جدا في الـ في الـ في الناس اللي احنا نحاول نجيب الناس اللي موجوده. انا بالنسبه لي كان نمره واحد زي ما قلت لحضرتك ان انا متابع وعارف اللي بيحصل في القطاع. كان في حاجه انا كنت شايفها ان نمره واحد عندي روح النادي الاهلي، روح الفنان الحر. ده انا كنت مصمم ان انا حتى في اختياري لنوعيه المدربين مدرب يعرف ازاي يقاتل على المكسب بالظبط، يدي ينقل روح القتال وروح الفنان الحمراء للعيبه، ان هي بتيجي من المدرب قبل ما تيجي من اي حد تاني. الله يفتح عليك. فده كان نمره واحد. نمره اتنين طبعا ازاي بقى المدرب عنده خبرات معينه، اشتغل مع فرق درجه اولى عشان يقدر ينقل الفكر بتاع الدرجه الاولى للناشئين عشان نحضرهم، يبقى الانتقال في المرحله الاعلى اسهل شويه. بس دي كانت صعبه شويه يا كابتن، لان هو بيبقى صعبه. كانت صعبه. بس انا اقول لحضرتك برضو حاجه، ميزه القطاع في النادي الاهلي ان كل اللي اشتغلوا فيه اسامي كبيره، يعني احنا يعني يعني انت جاي مع اسامي كبيره اوريدي. بالظبط. يعني حتى يعني مثلا كابتن رضا الغزالي اشتغل في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، كابتن ممدوح اسماعيل، كابتن يعني اسامي، لا في اسامي، كابتن جابر عبد السلام قعد سنين طويله، كابتن حتى الدكتور وجيه حمدي يعني في مكان في سننا كان بيشتغل في القطاع. قصدي ان قطاع الاهلي، لا قطاع الاهلي بيشتغل في اسامي محترمه. جاذب جاذب الاسامي الكبيره، لان احنا نادي مش قليل، نادي الناس بتحب ان هي تخش فيه، زي الناس ما بتخش وبتفيد لاعبتنا وبيفيد النادي الاهلي، بيستفاد حاجات كتيره قوي من النادي الاهلي. طب كابتن انا يعني هفتح مع حضرتك قضيه شائكه كده شويه، الا وهو الاولياء الامور. يعني كل قطاع الناشئين او الناشئات، واحنا انا اولادي بيلعبوا ده بيلعب كل مكان، بيبقى اولياء الامر بيبقى متخيل ان هو مثلا ايه يعني انا صح، انا شايف ان ابني المفروض مثلا اتظلم، شايف انه حصل حاجه، فبيحصل بعض التدخلات من اولياء الامور بقصد او بدون قصد، من دافع غيرتهم على اولادهم، وده وضع طبيعي جدا يعني في اي حته. بتتعاملوا مع الموضوع ده ازاي؟ هل يعني ممكن يبقى في حوار، ولا بيبقى الموضوع هو كده والفرقه بتبقى وضعها كده واحنا بنشتغل بما يرضي الله؟ يعني بتتعاملوا مع القضيه الشائكه دي ازاي؟ وزي كابتن ياسر يعني حضرتك طبعا فتحت موضوع في ناس بتعتبره شائك جدا يعني، لكن انا بعتبره موضوع مهم جدا، وده كان من على فكره من ابرز حاجه اتقالت في اول اجتماع مع كابتن خالد العوضي. لو سمحت كاداره نادي الاهلي اوقفوا في ظهرنا، طالما انتوا جبتونا وفي ثقه في الاسامي اللي اتحطت يبقى لازم تدونا الثقه دي كامله. تمام. ما ينفعش تبقى كلام مظبوط 100%. فبالتالي اللي احنا بنعمل بما يرضي الله سبحانه وتعالى في حاجات كتير قوي. انا بالنسبه لي اصل يعني انا بلعب فولي من 79. صحيح. وعلى كل المستويات يعني بالظبط. ولعبت في نادي صغير، نادي او يعني بالنسبه لي طبعا بالنسبه للنادي الاهلي صغير، لكن هو نادي كبير طبعا في الفولي وفي الرياضه، نادي الطيران، وطالع منه. جيت النادي الاهلي عندي 28 سنه وقعدت فيه 11 سنه، حققت بطولات كتيره جدا، فشفت ده وشفت ده منتخب مصر وشفت. معلش انا في ايامنا احنا عمرنا ما كان بيخش بابا أو يعني والدي او والدتي ما بيجوا النادي، ما كانوش بيجوا النادي اساسا. انت بتروح كنت بتحايل عليهم عشان يتفرجوا لنا على ماتش انا وغيري. فموضوع اولياء الامور دوت يعني طبعا كويس ان البيت يبقى في ظهر الولد وكل حاجه، لكن انا بس اول حاجه لو زاد حده بالظبط كده، لان اول حاجه انا قلت لهم وطلبتهم في اجتماعات مع اللعيبه، احنا بنبني شخصيات، انا ما ينفعش ان انت كولد ان حد يجي يتكلم عنك، تعالى كلمني، اعرف ازاي تقود حوار، اعرف ازاي تعبر عن افكارك، اعرف ازاي يبقى في كلام مع المدرب. قلت لهم معايا انا كمان حتى كمدير او مساعد مدير قطاع ما فيش مشكله، تعالوا اتكلموا معايا لو خايفين من المدرب او محرجين منه. انا ده كان ده هدفي، قلت لهم من فضلكم انقلوا الموضوع دوت لاولياء الامور، لان انا تاني عاوز ابني شخصيه ولد. دي نمره واحد. طيب نمره اتنين، طول ما انا ماشي بما يرضي الله باللي احنا شايفينه صح، لان احنا برضو بني ادمين وارد نغلط، لكن انا طالما شايف يعني بحاول ان اعمل الصح اكيد مش هبقى في موضع يعني ضعف، وبالتالي هعرف ارد على الناس. صحيح. فلو في حد بيتكلم انا بتكلم على ان انا شايف ان انا صح، وتاني انا برضو انا بشر، وارد اكون انا غلط وهو يكون صح، بس انا في حوار رؤيتي مختلفه شويه وانا هتكلم مع اللعيب. بالظبط. الحاجه بقى المهمه، انا دلوقتي عندي في فريق مثلا تحت 13 عندي 25 ولد في القائمه، في الفريق 15 و17 و19 20 ولد، اللي بيسجلوا في المباراه الواحده 14، اللي بيلعبوا في الملعب 6. ف يا جماعه احنا دلوقتي نادي الاهلي، انا ما ينفعش باي حال من الاحوال اقلب نادي اجتماعي، ما ينفعش. ولا الجمهور هيقبل الكلام ده، ولا الاداره هتقبل الكلام ده،
صحيح. الاداره وارد يكون في وقت في حاجات ماشي في اعتبارات سياسة. ممكن يتاخد بس انا عايز بطوله، لكن في الاخر انا عايز بطوله، على بطوله انا عايز بطوله بالظبط. وفي نفس الوقت يعني ما فيش مدرب عاوز يخسر، وما فيش، وانا دول بقى في الاخر، وده اللي بقوله لكل الناس يا جماعه، دول ولادي انا، عمري ما هاجي واحد يقول لي طب انا ابني كويس ولا وحش، ما فيش حد واحد كويس ووحش، عندي واحد بيجتهد وعندي واحد احنا رؤيتنا ان هو في الوقت ده يلعب ونقف وراه، ولما المستوى ينزل وابنك او ابنك هيخش وياخد فرصته بس تمام. يمسك فيها تمام. لاي مركز فيه ترتيب واحد واثنين وثلاثه واربعه، ودي سنه الحياه دايما بالظبط. المراحل اللي بيلعب وراه نمره اثنين، وراه نمره ثلاثه، والترتيب ده ابذل مجهود اكتر واشتغل على نفسك اكتر عشان تبقى رقم واحد. عمره هيفضل هيتغير بقى في التدريب، هيتغير في الفرص اللي هياخدها في المباريات، هيتغير مع قدر الله يا رب يحفظه له ربنا. جدا جدا جدا. فده أصدل واقع، وده يعني انا دلوقتي تاني انا ببني، انا في الاخر عاوز اطلع اعمل حاجتين، اكسب بطوله، واكسب بطوله دي لما يحصل تثبيت ويحصل اكساب خبرات اللعيبه، وان انا بعد كده افرز ناس للفريق الاول. احنا لو الناس تعرف النادي الاهلي على فكره، ما هو قطاع الالعاب الجماعيه ده ما بيدخلش فلوس النادي. صحيح، النادي اللي بيصرف، النادي اللي بيصرف وبيصرف دلوقتي، لا بيصرف ملايين ملايين. فمع يا جماعه معلش، انا دلوقتي لو انا مش عارف اضخ من قطاع الناشئين للفريق الاول، ما انا هفضل النادي هكلفه حتى انا قاعده. طب يا جماعه، طب ما دي فلوسنا، انا ما انا برضه عضو في النادي، فدي فلوسي هتروح فين؟ اصرفها على حد، على ابني، ولا اصرفها على حد من بره؟ صحيح، دي حاجه. الحاجه الثانيه يعني هنفضل لحد امتى يعني نتعامل بانصاف الحلول؟ انا دلوقتي عاوز فرق بطوله، عاوز ابني، محدش هيتقبل، الجمهور مش هيتقبل خساره. يعني معلش انا نادي اجتماعي، انا لا الجمهور ولا